بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مستر علاء إبراهيم، وإن شاء الله النهاردة هشرح كلمات الوحدة الأولى بعنوان هلو، مادة لغة إنجليزية للصف الأول الابتدائي. نبدأ مع بعض. أول كلمة عندي متعلقة بالشخصيات اللي في الكتاب، مس منى. مس منى اللي هي الأستاذة منى، مس منى يعني الأستاذة منى. بيزي بي، بيزي بي، بيزي بي اللي هي النحلة المشغولة، بيزي بي. هاني، هاني، هاني اللي هو هاني. هنا، هنا اللي هي هنا. يوسف، يوسف. أميرة، أميرة. بوك، بوك، بوك يعني كتاب. بس، بس، بس يعني أتوبيس. باج، باج، باج يعني حقيبة أو شنطة. بي، بي، نحلة. بلو، بلو يعني لون أزرق. تبقى مس منى الأستاذة منى، بيزي بي النحلة المشغولة، هاني، هنا، يوسف، أميرة، بوك كتاب، بس أتوبيس، باج حقيبة، بي نحلة، بلو يعني لون أزرق. هلو، هلو، هلو معناها أهلا. هلو، هلو. عندي جود باي، جود باي، جود باي معناها إلى اللقاء، إلى اللقاء أو مع السلامة يعني جود باي. شيك هاندز، شيك هاندز، شيك هاندز يعني يسلم باليد. شيك هاندز. أوبن، أوبن، أوبن يفتح. كلوز، كلوز، كلوز يغلق، يغلق. أوبن يور بوك، أوبن يور بوك معناها افتح كتابك. open your bag، open your bag افتح حقيبتك. close your book، close your book اغلق كتابك. close your bag، close your bag اغلق حقيبتك. hello، hello اهلا. goodbye، goodbye الى اللقاء. shake hands، shake hands يسلم باليد. open، open يفتح. close، close يغلق. open your book افتح كتابك. open your bag افتح حقيبتك. close your book اغلق كتابك. close your bag اغلق حقيبتك. كده احنا انتهينا من شرح كلمات الوحدة الاولى بعنوان هلو، مادة لغة إنجليزية للصف الأول الابتدائي. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة باقي الدروس التعليمية، وشكرا لحضراتكم.